السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافي. النهاردة هنكمل بقية طقم الاسكارف بغرزة الثري دي اللي قدمته في الفيديو اللي قبل ده، وبناء على طلبكم هنشوف طريقة عمل ايس كاب من نفس الغرزة. وانا برضو عملت الايس كاب بمقاس للكبار، بس اكيد طبعا تقدري تطبقيه باي مقاس انت عاوزاه. وطريقة عمل الايس كاب هتبقى برضو من اسفل لاعلى زي ما اشتغلنا قبل كده في فيديو ايس كاب بغرزة البريد الامامي والخلفي. والطريقة دي ميزتها ان هي بتسهل على البنات اللي بتبقى عاوزة تشتغل ايس كاب بس دايما بتتلخبط في كروشيه الدايرة والتزايد. كمان بالنسبة للناس اللي تابعت فيديو السكارف هتلاحظوا ان طريقة عمل الغرزة هتبقى مختلفة شوية، وهتلاقوا ان هي كمان اسهل واسرع من السكارف. وعايزة اقول لكم انه الايس كاب ده بجد شيك جدا جدا على الحقيقة، وكمان مناسب للبنات الصغيرين والكبار سواء في المدرسة او الجامعة، وكمان للسيدات. فانا شايفة انه مناسب وشيك لاي ستايل ولاي سن. فان شاء الله الفيديو يعجبكم، وتعالوا على طول نبدأ ونشوف الطريقة. هستخدم لعمل ايس كاب نفس نوعية الخيوط اللي اشتغلت بيها في السكارف، وهي خيوط اليس سيميلي، وهشتغل معاها بنفس مقاس ابرة الكروشيه 8 مليمتر. وزي ما وضحت ان انتي طبعا تقدري تشتغلي باي نوعية خيوط موجودة عندك، بس العمل الغرزة دي يفضل دايما انتي تشتغلي بالخيوط متوسطة السمك، وتستخدمي معاها ابرة كروشيه اكبر بدرجتين او ثلاثة من المعتاد، عشان احنا عاوزين الشغل بتاعنا يبقى هش ووزنه خفيف ومريح اكتر في اللبس والاستعمال. وبالنسبة لكمية الخيط اللي احتاجها لعمل ايس كاب بمقاس كبير، فعندي نوعية الخيط ده عدد الامتار فيه 500 متر، وده عدد ممتاز جدا. فالعمل ايس كاب بمقاس كبير هحتاج يعني اكتر من نص شلب، حاجة بسيطة يعني حوالي 55 او 60 جرام تقريبا. بس لو هتشتغلي بنوعية خيط تانية وطبعا عدد الامتار فيها ممكن يكون اقل، فهتحتاجي شلة كاملة 100 جرام. هنبدأ شغلنا بعمل سلسلة على مقاس محيط او دوران الرأس بالكامل، واهم حاجة انه عدد السلاسل ده يكون من مضاعفات رقم 3. فانا بالنسبة للمقاس اللي انا بعمله سمك الخيط ومقاس الابرة اللي انا بشتغل بيه، طلع عدد السلاسل عندي 60 سلسلة. فبعد ما بشتغل عدد السلاسل المطلوب هنقفلهم بغرزة منزلقة. ودايما بأكد على انه لما نقفل سلسلة طويلة مهم جدا انه نفرد السلسلة بحيث انه حرف الفي يبقى مستوي قدامنا، عشان السلسلة ما تلفش مننا ومش هنعرف نشتغل فيها بعد كده. فمهم جدا ان انت تقفلي السلسلة بشكل صحيح. بعد كده هنروح عند اول سلسلة بدأنا بيها، وهنقفل بغرزة منزلقة. بعد ما بنقفل السلسلة هنبتدي نشتغل راوند من غرزة العمود، فهرتفع ب2 سلسلة، وفي نفس السلسلة اللي انا وصلت فيها وقفلت بغرزة منزلقة هشتغل اول غرزة عمود، وهروح على السلسلة اللي بعدها. ده هنا عندي ده اول غرزة عمود، وده غرزة العمود التاني، وهكمل وهشتغل في كل غرزة غرزة عمود، بحيث انه في نهاية الراوند برضو هيبقى عندي 60 غرزة عمود. خلصت اول راوند بغرزة العمود، وعديت العواميد طول ما انا بشتغل، وتأكدت انه عدد الغرز عندي ثابت 60 غرزة عمود. وهنا وصلت عند اول غرزة عمود بدأت بيها، فهتجاهل الارتفاع ل2 سلسلة، وهروح على طول على اول غرزة عمود واقفل فيها بغرزة منزلقة. بعد ما بتخلصي اول راوند بغرزة العمود، برضو مهم جدا ان انت ترجعي تتأكدي من المقاس، فبتقيسي القطعة دي زي السورتات وتشوفي اذا كان المقاس مظبوط عليكي ولا لا، لانه انت ممكن تكوني عاوزة تعملي نفس المقاس وتجيبي نفس مقاس الابرة ونفس نوعية الخيط وبرضو تشتغلي 60 سلسلة، بس لما تقيسي ممكن تلاقي ان المقاس مش مظبوط عليكي. ده نتيجة انه طبعا اكيد المقاسات بتختلف من شخص للتاني، وكمان انت ممكن تكون ايديكي اوسع او اضيق مني في الشغل. فعشان كده دايما بقول لكم لازم تتأكدوا من المقاسات، ولازم قبل ما تبدأي في اي خطوة تتأكدي ان انت اشتغلتي الخطوة اللي قبلها بشكل صحيح. فبعد ما بتقيسي القطعة وتتأكدي انه المقاسات صحيحة، هنبدأ دلوقتي نشتغل اطار للايس كاب قبل ما نبدأ في الغرزة. فهنرتفع ب2 سلسلة، وانا هنا عندي زي ما وضحت عندي هنا العواميد من مضاعفات رقم 3، فهنشتغل غرزة بريد امامي بريد امامي، والغرزة التالتة هنشتغل فيها بريد خلفي. فبعد ما ارتفعت بال2 سلسلة دي عندي هنا اول غرزة عمود اللي قفلت فيها بمنزلقة، هشتغل فيها بريد امامي، والغرزة التانية اللي بعدها هشتغل بريد امامي، والغرزة التالتة هتبقى بريد خلفي. اوكي، وهكرر
غرزة بريد أمامي، دي أول غرزة عندي، والغرزة التانية اللي بعدها برضو بريد أمامي، والعمود التالت هيبقى بريد خلفي. اوكي، وهكرر غرزة بريد أمامي بريد أمامي والتالتة بريد خلفي لغاية ما أوصل لنهاية الراوند. قربت على نهاية الراوند وماشية بنفس التسلسل. آخر حاجة هنا عندي غرزتين بريد أمامي والتالتة بريد خلفي، وهنا فضل عندي آخر 3 عواميد في الراوند، وناخد بالنا بعد كده في ارتفاع ل2 سلسلة، فهنا برضو في آخر 3 عواميد همشي بنفس التسلسل، غرزتين بريد أمامي والتالتة بريد خلفي. وبعد ما خلصت الراوند هتجاهل ارتفاع السلاسل وهروح على طول على اول غرزة بريد امامي بدأت بيها، وهقفل بغرزة منزلقة. بعد كده هبدأ في الراوند اللي بعديه، وبرده هيبقى هنشتغل على نفس الاطار، هنزود الاطار شوية وهنرتفع بسطر كمان، وكل اللي هنعمله انه هنشتغل في كل غرزة بريد امامي هنشتغل بريد امامي، في غرزة البريد الخلفي هنشتغل بريد خلفي، فهرتفع ب2 سلسلة. وهنا دي عندي اول غرزة بريد امامي هشتغل فيها غرزة بريد، والغرزة التانية اللي بعدها غرزة بريد امامي، والغرزة التالتة بريد خلفي فهشتغل فيها بريد خلفي. اوكي، وهكرر غرزة البريد الامامي هشتغل فيها بريد امامي، الغرزة التانية اللي بعدها بريد امامي، والغرزة التالتة بريد خلفي فهشتغل فيها بريد خلفي، وهكرر لغاية نهاية الراوند. وصلت لنهاية الراوند وماشي بنفس التسلسل. آخر حاجة هنا عندي في الراوند غرزتين بريد أمامي والغرزة التالتة بريد خلفي، وهنا خلاص وصلت عند أول غرزة بريد أمامي بدأت بيها، وده هنا عندي ارتفاع السلاسل، فهتجاهل السلاسل وهروح على أول غرزة بريد أمامي وأقفل فيها بغرزة منزلقة. دلوقتي انا كده هكتفي بالارتفاع ده للاطار، لو انت حابه ترتفعي اكتر ممكن ان انت ترتفعي براوند كمان، خاصه لو بتشتغلي بخيط ارفع وابره مقاس اصغر ممكن انت تحتاجي ترتفعي براوند كمان للاطار، بس انا بالنسبه لي هكتفي بالارتفاع ده. ودلوقتي هبتدي اشتغل في غرزه الثري دي، فهرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وال3 سلاسل دول هحسبهم معايا غرزه عمود بلفه، وفي نفس الغرزه اللي ارتفعت فيها بالسلاسل هشتغل كمان غرزتين عمود بلفه، فده عندي اول عمود ده رقم 1، وفي نفس الغرزه 2، وفي نفس الغرزه 3. اوكي، بعد كده هشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، وهفوت غرزتين، 1 2، وفي التالتة هشتغل 3 عواميد في نفس الغرزة، 1 2 3. اوكي، واكرر 3 سلاسل، 1 2 3، واعد غرزتين، 1 2، وفي التالتة 3 عواميد في نفس الغرزة، 1 2 3. اوكي، اكرر 3 سلاسل وافوت غرزتين، وفي التالتة 3 عواميد في نفس الغرزة، وبعدين 3 سلاسل وافوت غرزتين، وفي التالتة 3 عواميد في نفس الغرزة، واكرر لنهاية الراوند. قربت على نهاية الراوند وماشي بنفس التسلسل، واخر حاجة هنا عندي 3 عواميد في نفس الغرزة، وبعد كده هشتغل 3 سلاسل، وهنا خلاص وصلت عند اول 3 سلاسل بدأت بيهم، فهروح على السلسلة الثالثة وهقفل فيها بغرزة منزلقة. 1 2 3، بعد ما خلصنا اول راوند المفروض انه الشغل بتاعنا بقى بالشكل ده كده، وهنبدأ في الراوند اللي بعديه، وهو ده هيبقى كل تكرار شغلنا في غرزة الايس كاب. بس قبل ما نبدأ في الراوند اللي بعديه، احنا هنا قفلنا بغرزة منزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة، وهنا المفروض انه في بعدها غرزة عمود، فهنا برضو في العمود الثاني هشتغل غرزة منزلقة.
اوكي، وهنا برضو في العمود الثالث كمان غرزة منزلقة. اوكي، بعد كده انا برضو هنا عايزة اوصل للفراغ، فهشتغل هنا في الفراغ غرزة منزلقة. تمام، يبقى انا اتنقلت بغرزة المنزلقة، اشتغلت هنا في العمود الثاني والثالث، وهنا في الفراغ غرزة منزلقة، لحد ما وصلت للفراغ، وهرتفع بثلاث سلاسل، 1 2 3، والثلاث سلاسل دول دايما هنحسبهم معانا غرزة عمود. بعد كده هنبتدي نضير الشغل الناحية التانية. اوكي، وبرضو لازم عشان تضيري الشغل الناحية التانية، احنا كنا بنشتغل على الاتجاه ده وارتفعنا بثلاث سلاسل، فهتضيري الشغل الناحية التانية وهتقلبي الشغل على الظهر بالشكل ده كده. اوكي، وبعدين دلوقتي احنا بعد ما ارتفعنا بالثلاث سلاسل، هيبقى كل تركيزنا على اول عمود من مجموعة الثلاث عواميد. تمام، فهنا في اول غرزة عمود هشتغل غرزة بريد خلفي، فهدخل بالإبرة من على يمين العمود وهشتغل عادي خالص غرزة بريد خلفي. تمام، وهنا برضو في نفس الفراغ، نفس غرزة العمود، نفس الفراغ اللي انا اشتغلت فيه غرزة البريد الخلفي، هشتغل كمان غرزة عمود. تمام، يبقى انا بعد ما اشتغلت غرزة بريد خلفي، هنا في نفس العمود هشتغل كمان غرزة عمود، فبقى عندي بالشكل ده كده. ده عندي هنا ارتفاع الثلاث سلاسل، وبعدين اشتغلت غرزة بريد خلفي في اول غرزة عمود، وفي نفس الفراغ اشتغلت كمان غرزة عمود، فبقى عندي ثلاث مجموعات، ثلاث عواميد. اوكي، بعدين ثلاث سلاسل، 1 2 3، وهروح على المجموعة اللي بعدها. اهم حاجة عندي اول غرزة عمود هشتغل فيها غرزة بريد خلفي، ده كده هيبقى العمود رقم 1، وفي نفس الفراغ برضو هطبق الشغل، وهروح على نفس الفراغ اللي انا اشتغلت هنا في البريد الخلفي، وهشتغل كمان غرزتين عمود، ده اول عمود وده العمود التاني، وفي نفس الفراغ العمود التالت، فبقى عندي بالشكل ده كده. اوكي، واكرر ثلاث سلاسل، واروح على المجموعة اللي بعدها، واول غرزة عمود هشتغل فيها بريد خلفي، وهطبق الشغل، وفي نفس الفراغ هشتغل كمان غرزتين عمود، ده كده العمود التاني والعمود التالت. ثلاث سلاسل، وهروح على المجموعة، انا هنا خلاص اشتغلت في المجموعة دي، هروح على طول على المجموعة اللي بعدها، وهحدد العمود الاول هشتغل فيه غرزة بريد، وفي نفس الفراغ كمان غرزتين، ده كده التاني وده التالت. بعد ما بخلص التلات عواميد تلات سلاسل، وبروح على المجموعة اللي بعدهم، قربت على نهاية الراوند، وهنا بعد الثلاث سلاسل فاضل عندي الصدفة الأخيرة، فاشتغل فيها بنفس الخطوات. وبعد ما خلصت الصدفة الأخيرة هكمل بنفس التسلسل، وهشتغل ثلاث سلاسل، وهروح عند أول صدفة بدأت بيها، ده هنا عندي ارتفاع أول ثلاث سلاسل اللي حسبتهم معايا غرزة عمود، فهقفل بغرزة منزلقة في السلسلة الثالثة. دلوقتي انا كده خلصت الراوند التاني. اوكي، وهبدأ في الراوند اللي بعديه، ودايما قبل ما ابدأ في اي راوند جديد لازم اتنقل بغرزة المنزلقة، فانا بعد ما قفلت هنا في السلاسل هروح على غرزة العمود واشتغل غرزة منزلقة، ده هنا عندي العمود التاني منزلقة والعمود التالت، وهنا عشان اوصل برضو للفراغ هشتغل غرزة منزلقة. اوكي، وبعدين ثلاث سلاسل، وهضير الشغل الناحية التانية،
وهكرر نفس الخطوات الثلاث سلاسل دول. عندي اول غرزة عمود وهنا عندي مجموعة الثلاث عواميد، فهروح عند اول غرزة عمود وهشتغل فيها، هزود على ارتفاع السلاسل كمان غرزتين عمود، فده كده العمود التاني وده العمود التالت. بعدين ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهروح على المجموعة اللي بعدهم. تمام، ده عندي هنا راوند، الراوند الأول وده الراوند التاني، وده عندي أول عمود في الصدفة، فهشتغل هنا غرزة بريد وفي نفس الفراغ هشتغل الغرزة التانية والعمود التالت. اوكي، وهنكرر ثلاث سلاسل ونروح على المجموعة اللي بعدهم. ناخد بالنا ده هنا عندي اول راوند وده الراوند التاني اللي احنا بنشتغل عليه، وده عندي اول غرزة عمود هشتغل فيها كده واحد، وفي نفس الفراغ اتنين تلاتة. بعدين ثلاث سلاسل وهروح على المجموعة اللي بعدهم. وصلت لنهاية الراوند وبعد الصدفة الأخيرة هكمل بنفس التسلسل وهشتغل ثلاث سلاسل، وهنا خلاص وصلت عند أول صدفة بدأت بيها، فهقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة. دلوقتي انا كده خلصت الراوند الثالث، والمفروض انه الشغل بتاعنا بقى بالشكل ده. كده كده عندي واحد اتنين تلاتة، وهنبدأ في الراوند اللي بعديه ونكرر نفس الخطوات. وقبل ما نرتفع بالسلاسل بعد ما بنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة، بنتنقل بغرزة منزلقة في العمود الثاني والعمود الثالث، وبرضو بنشتغل منزلقة في الفراغ، وبعدين نرتفع بثلاث سلاسل ونداير الشغل الناحية الثانية، وبنروح عند اول مجموعة من العواميد، بنروح عند اول عمود ونشتغل غرزتين عمود. اوكي، وبعدين ثلاث سلاسل وبروح على المجموعة اللي بعدهم. وبشتغل في أول غرزة عمود كده عندي واحد اتنين تلاتة وتلات سلاسل. دلوقتي المفروض ان الشغل بتاعنا بقى بالشكل ده. كده ده شكل الراوندات عندنا، واحنا المفروض دلوقتي في بداية راوند رقم 4. وطريقة عد الراوندات في الغرزة دي بيبقى عن طريق ان انت بتعدي كل صدفة في كل راوند، فهنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة،
وكل اللي هنعمله دلوقتي انه هنفضل نكرر نفس الخطوات لحد ما ارتفاع القطعة دي يوصل معانا لأقل من الارتفاع المطلوب بحوالي تقريبا 3 سنتي. فبالنسبة للايس كاب للكبار بيبقى الارتفاع الستاندرد تقريبا من 20 ل 21 سنتي، فأنا هنا بالنسبة لي هفضل أشتغل لحد ما ارتفاع القطعة دي يوصل تقريبا ل 17 سنتي. وانت برضو ايا كان المقاس اللي انت بتعمليه هتقيسي الارتفاع على اي ايس كاب قديم عندك، وهتشوفي الارتفاع بيساوي كام، وهتعملي اقل من الارتفاع المطلوب بحوالي تقريبا 3 سنتي. دلوقتي انا فضلت اشتغل هنا لحد ما ارتفاع القطعة وصل عندي تقريبا ل 17 سنتي. فهنفرد القطعة وهنقيس بالشكل ده كده، عندي هنا ارتفاع القطعة وصل تقريبا ل 17 سنتي. وبالنسبة لعدد الراوندات، فعدد الراوندات هنا عندي في القطعة لو عدينا مع بعض هنعد بالطريقة دي كده، في عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، عندي هنا 8 راوند، والشغل بتاعي بقى بالشكل ده كده. والخطوة اللي بعدها انه هنبتدي نشتغل التناقص، وطريقة التناقص هتبقى سهلة جدا. فأنا هنا آخر حاجة عندي في نهاية الراوند بعد ما قفلت بغرزة منزلقة في ارتفاع السلسلة الثالثة، هبتدي اشتغل 3 سلاسل، وال3 سلاسل دول هحسبهم معايا غرزة عمود بلفة، وهروح على غرزة العمود اللي بعدها على طول وهشتغل فيها غرزة عمود، وهروح على الغرزة الثالثة اللي بعدها واشتغل فيها غرزة عمود. يبقى انا كده ما ضيرتش الشغل ولا اي حاجة خالص، على طول بعد ما قفلت المنزلقة ارتفعت ب3 سلاسل، وبعدين اشتغلت غرزة عمود في كل غرزة عمود بعد السلاسل. تمام، بعد كده مش هشتغل سلاسل، وهروح على طول على مجموعة ال3 عواميد اللي بعدهم، هتجاهل خالص ال3 سلاسل اللي بتفصل ما بين كل مجموعة والتانية، وهروح على مجموعة العواميد اللي بعدهم، وهشتغل برضو في كل غرزة غرزة عمود، ده أول عمود وده التاني وده العمود التالت. اوكي، وهلف الخيط واروح على طول على المجموعة اللي بعدهم، مش هشتغل فواصل، وهتجاهل خالص ال3 سلاسل، واروح على طول على مجموعة العواميد واشتغل 1 2 3. اوكي، والف الخيط واروح على مجموعة ال3 عواميد اللي بعدهم، اشتغل في كل عمود منهم غرزة عمود، واكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية الراوند، وزي ما احنا شايفين كده انه انا اشتغلت في كل مجموعات ال3 عواميد، وهنا خلاص وصلت لنهاية الراوند، وده عندي اول 3 سلاسل ارتفعت بيهم، فهقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة. الخطوة اللي بعد كده انه هبتدي اشتغل تناقص في ال3 عواميد، وهرتفع ب3 سلاسل، وهشتغل تناقص في غرزتين العمود اللي بعدهم على طول، فهدخل بالإبرة في أول غرزة عمود وهسحب الخيط ومش هكمله للآخر، وبعدين هروح على غرزة العمود اللي بعدها وهدخل بالإبرة وهسحب الخيط ومش هكمل الغرزة الآخر، وبعد كده هلف الخيط واطلع من كل الحلقات الموجودة على الإبرة. بعد كده هروح على مجموعة ال3 عواميد اللي بعدهم، وهشتغل تناقص في ال3 عواميد مع بعض، فهروح عند أول غرزة عمود وهشتغل غرزة عمود ومش هكملها للآخر، واروح على العمود التاني واشتغل غرزة عمود ومش هكملها للآخر، والف الخيط واروح على العمود التالت واشتغل غرزة عمود مش هكملها للآخر، بعد كده هلف الخيط واطلع من كل الحلقات الموجودة على الإبرة، واكرر في ال3 عواميد اللي بعدهم، ده اول عمود عندي وده العمود التاني والعمود التالت، وبعد كده هلف الخيط واطلع من كل الحلقات الموجودة على الإبرة، واكرر لنهاية الراوند. وصلت لنهاية الراوند بعد ما اشتغلت تناقص في كل 3 عواميد، هنا وصلت عند أول تناقص بدأت بيه، فهتجاهل ارتفاع ال3 سلاسل وهروح على ارتفاع التناقص، وهقفل هنا بغرزة منزلقة. بعد كده هبتدي اشتغل تناقص بغرزة الحشو، فهرتفع بسلسلة وهشتغل
غرزة حشو مش هكملها للآخر، وهروح على الغرزة اللي بعدها وهشتغل غرزة حشو مش هكملها للآخر، وبعدين أسحب الخيط. وهنا مهم جدا ان انت تعلمي أول غرزة للتناقص، لأنه التناقص بغرزة الحشو ممكن يلخبطك شوية، فما تبقيش عارفة بداية الدور من نهايته. فهنعلم هنا أول تناقص، بعد كده هروح على الغرزتين اللي بعدهم. ومهم جدا وانت بتشتغلي التناقص ان انت تضايقي ايدك على قد ما تقدري. وهنا في عندي الغرزتين اللي بعدهم، هشتغل غرزة حشو مش هكملها، وهروح على الغرزة اللي بعدها ومش هكملها واسحب الخيط. اوكي، بعد كده انا خلاص اشتغلت هنا في الغرزة دي تناقص، وزي ما احنا ملاحظين انه الغرز هنا عندنا واسعة شوية، ده نتيجة ان احنا اشتغلنا تناقص في الثلاث عواميد. فاحنا اوريدي خلاص هنا اشتغلنا تناقص في الغرزة دي، فهروح على الغرزتين اللي بعدها اشتغل غرزة ومش هكمل الاخر، واروح على الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو. هروح على الغرزتين اللي بعدهم، ودي الغرزة التانية، واشتغل غرزة حشو، وهكرر لغاية نهاية الراوند. بعد ما اشتغلت راوند تناقص بغرزة الحشو، المفروض انه الفراغ عندنا بقى مضمون بشكل كبير جدا زي ما احنا شايفين. وهنا خلاص وصلت عند اول تناقص بدأت بيه، فهشيل علامة الغرز وهقفل بغرزة منزلقة. وبعدين هنلضم الخيط في إبرة التنظيف، وهنبتدي ندخل بالإبرة في كل حروف الفي الموجودة عندنا. بعد كده بنبتدي انه نسحب الخيط، فاحنا كده قفلنا الفراغ بالكامل. وبعدين هنبتدي انه نشتغل بالغرز رايح جاي عشان نثبت الفراغ اكتر، والفراغ بعد كده ما يفكش مع اللبس والاستعمال. خلصت الايس كاب، وده عندي الشكل النهائي. وبالنسبة لطول الايس كاب، فاعتقد انه وصل هنا تقريبا لحوالي 20.5 سنتي. عندي هنا الطول النهائي للايس كاب تقريبا 20.5 سنتي. اوكي، وبكده نكون خلصنا شغلنا بالكامل. وانا بشكركم جدا جدا للمتابعة، وللناس اللي بتابعني لاول مرة اهلا بيكم، ولو حابين تفضلوا تتابعوني دايما وتكونوا اول ناس توصل لكم الفيديوهات الجديدة، ادخلوا على اليوتيوب واعملوا سيرش عن قناة كروشيه كافيه بالعربي او بالانجليش، واضغطوا تحت اي فيديو من فيديوهاتي على كلمة اشتراك او سبسكرايب. وكمان تابعوني من خلال صفحة قناة كروشيه كافيه على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وكل اللينكات دي هتلاقوها موجودة تحت الفيديو. واستنوني ان شاء الله لسه في فيديوهات اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله.